لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصبي يصيب الثوب. قال الجوهري: الصبي الغلام، والجمع صبية وصبية. قال ابن سيدة عن ثابت: يكون الصبيان ما دام رضيعا، يبقى صبية لما يكون أكثر من كده. في المنتخب للكراء أول ما يولد الولد يقال له وليد، وطفل وصبي. قال بعض أئمة اللغة: ما دام الوليد في بطن أمه جنين، فإذا ولدته يسمى صبيا، يبقى المفروض يقول جنينا. ما يسمى صبيا ما دام رضيعا، فإذا فصم يسمى غلاما، فطم يسمى غلاما إلى 7 سنين. بل هذا يعني إذا صح يبقى استعمال أغلبي أو في بعض الأوقات، فإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3 الصبي حتى يحتلم. إذن هو لغاية ما احتلم اسمه إيه؟ قبل ما يحتلم بيوم اسمه صبي. بس باب بول الصبي شرطه أنه لم يطعم الطعام. ذكر عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت الطعام، لم يأكل الطعام، لم يتقوت الطعام، ولم يستغني به عن الرضاعة. ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه. يعني على عمومي ما أكلش حاجة خالص، والناحية الثانية أنه هو لم يتقوت به بديلا عن الرضاعة. يعني ممكن يلحسوا عسل، يدولوا بعض الأدوية البسيطة، ليس هذا قوتا بدلا من الرضاعة. يؤيده رواية البخاري في العقيقة: أوتي بصبي يحنكه. الحاصل أن المراد بالطعام ما عدا اللبن يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يعلقه أو يعلقه للمداواة. فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. يبقى إن كأنه الأكل بيقوم به اللبن شيء يسير بالنسبة للأكل الذي يستغني به، أو أنه الذي أكل الطعام هو الذي استغنى بالطعام عن اللبن في أكثر الأحوال. أجلسه أي الابن أو ابنها في حجره. يحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة، إن قلنا كان في سن من يحبو، كما قلنا إنه كان كما ولد. ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة، أجلسه في حجره. يحتمل أنه وضعه، إن قلنا إنه كان كما ولد يعني في أول ولدته. ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة، إنه يسمى جلس يعني، إن قلنا كان في سن من يحبو، بل الجلوس بيبقى قبل الحب كما في قصة الحسن. قالها الحافظ: فبال على الظاهر كده إن هو أجلسه، دي يبقى الولد ظاهر الحديث إن هو جلس، يبقى كان الولد بيقعد دي عند 7 شهور 8 شهور قبلها، يقعد مسنود شوية. نضحه. قال الجوهري وصاحب القاموس وصاحب المصباح: النضح الرش.
قد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه. وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث ونضح الدم عن جبينه، وحديث دم الحيض هم لتنضحه أي لتغسله. قال في لسان العرب النضح الرش، ونضح عليه الماء إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش، بل للحتة اللي وقع فيها البول. الغسل بقى لازم ينقط المية تجري. في حديث قتادة النضح من النضح، يريد من أصابه نضح من البول، من بول الصبي يعني، وهو الشيء اليسير منه، فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسل. قال الزمخشري هو أن يصيبه من البول رشاش كرؤوس الإبر. ده بقى إذا حملوا كلمة النضح من النضح دي على إن رؤوس الإبر إذا أصابت الذي يقف ليبول فيترشرش فيقوم يبل الجزء ده وخلاص. قال ابن العربي طبعا ده يعني ده أصلا النضح اللي هو الذي لا يرى كرؤوس الإبر هذا لا اعتبار به أصلا ولا يحتاج إلى نضح، وإن كان ذلك مستحبا ليطرد عنه الوسوسة. قال ابن العربي النضح ما كان على اعتماد، وهو ما نضحته بيدك معتمدا، ده مسنود يعني. النضح ما كان على غير اعتماد، قيل هما لغتان بمعنى واحد وكله رش. يبدو أن فيها تشكيل مختلفة. يقول وانتضح نضح شيئا من ماء على فرجه بعد الوضوء، يبقى ازاي ما فيهوش وسوسة انه هيلاقي بلل في ثيابه، يقول دي من الايه، من الرشة اللي موجودة من الماء بعد الوضوء. قصدي يعني لما لو لقى مية هيقول دي من اثر الماء اللي انا رشيته، مش اثر البول الذي قد يوسوس البعض به. فالانتضاح بالماء هو ان يأخذ ماء قليلا فينضح به مذاكيره ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء لينفي بذلك عنه الوسواس. الحاصل أن النضح يجيء لمعان منها الرش، ومنها الغسل، ومنها الإزالة، ومنها غير ذلك، لكن استعمال معنى الرش أكثر وأغلب وأشهر، حتى لا يفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة تدل على ذلك. ولا يخفى عليك أن الرش غير الغسل، الرش أخف من الغسل، وفي الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء ذلك المحل وإزالة ما هناك. الغسل لازم يمر الماء على المكان، يمر يبقى هيغادره، يبقى هينقط، عشان كده هتمسح بايدك على البتاع ده، هيبقى فيها ميه بس ما تنقطش، ما يكفيش في الغسل، غسل الوضوء يعني. في الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء لانقاء ذلك ولازاله ما هناك. والنضح يحصل اذا ضربت المحل بشيء من ماء فأصاب رشاش من الماء على ذلك المحل. وليس المقصود من النضح ما هو المقصود من الغسل، بل الرش أدون وأنقص من الغسل. لم يغسله، ده تأكيد لمعنى النضح، عشان يبقى ما ينفعش يحمل على الغسل. ثم اكتفى على النضح والرش ولم يغسل المحل المتلوث بالبول. والحديث أخرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظ، ومن طريق البخاري مثله سندا ومتنا، وفي رواية مسلم فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. في لفظ له ولابن ماجه فدعا بماء فرشه، وفي لفظ له فلم يزد على أن نضح بالماء. في هذه الروايات رد على الطحاوي والعيني، حيث قال أن المراد بالنضح في هذا الحديث الغسل. وحديث أم قيس هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارمي. عن لبابة بنت الحارث قال كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
حديث صحيح، أخرجه أيضا مع أبي داود ابن ماجه. الحجر هو ما دون الإبط إلى الكشح، الحضن، الحتة دي، الحتة نقول هنا لحد الإيه، لحد البطن. يعني كان في حضن، كان الحسين في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حضنه. والحجر ما بين البطن والفخذ أيضا. قال: هذا الحديث الصحيح فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي والصبية، وأن بول الصبي يكفيه النضح بالماء ولا حاجة فيه للغسل، وإنما بول الصبية لابد له من الغسل ولا يكفيه النضح. هيقولوا إيه العلة؟ اختلف العلماء في العلة، بأنهم من قال أن الناس مولعة بحمل الصبيان أكثر من الجواري، وأن ذلك من باب التخفيف عنهم، والصحيح أن هذا أمر تعبدي. عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: وليني قفاك، فأوليه قفاي فأستره بشيء، فأوتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وليني قفاك يعني انصرف بوجهك عني، اجعل وجهك الناحية الأخرى. أستره، أستر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بانصراف ظهري إليه عن أعين الناس، وإضافة إلى ثوب يعني، بعدما اغتسل يعني. فأوتي بحسن أو حسين فبال على صدره، يعني موضعه من الثياب. قال الحافظ في التلخيص: حديث أبو السمح، حديث أبي السمح أخرجه أبو داود والبزار والنسائي، حديث صحيح. قال البخاري: حديث حسن. والحديث نص صريح في الفرق بين بوله وبولها، بول الصبي والصبية. قال عباس في روايته: حدثنا يحيى بن الوليد، هو يقول حدثنا محمد بن مجاهد وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن. فأبو داود يقول قال أبو عباس حدثنا يحيى بن الوليد، قال أبو داود هو أبو الزعراء، قال هارون ابن تميم عن الحسن، قال الأبوال كلها سواء. حسن البصري بيقول كل البول سواء في النجاسة، لا فرق بين الصبي والصبية والصغير والكبير. هذا هو الظاهر المتبادر في معنى كلام الحسن، ولم أقف على من خرجه موصولا. نعم، أخرج الطحاوي عن حميد عن الحسن أنه قال: بول الجارية يغسل غسلا، وبول الغلام يتتبع بالماء. الظاهر أنه قصده الاثنين زي بعض. عن علي رضي الله عنه قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. موقوف على علي صحيح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه، ولم يذكر ما لم يطعم. قال قتادة: زاد قال قتادة: ما هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. حديث صحيح أيضا مرفوعا وموقوفا. عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية. الحديث من فعل أم سلمة، وفيها أم الحسن مقبولة حيث تتابع يعني. قال الحافظ في التلخيص: اسم سنده صحيح. قال الخطابي في معالم السنن: وممن قال بظاهر الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن
البصري وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق قالوا ينضح من بول الغلام ما لم يطعم ويغسل من بول الجارية، وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس، بل هو نجس اتفاقا، ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته. وقال الطائفة يغسل من بول الغلام والجارية معا، كأنهم مصححوش الأحاديث. وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وكذا قال الثوري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.